معايا دلوقتي في الاستوديو الدكتوره جورجيت فافيدس استشاري العلاج النفسي. شفنا التقرير مع بعض يا دكتور. لاحظتي حاجه في التقرير؟ الستات اقل من الرجاله شويه. لا مش كده بس، الرجاله مبسوطين قوي من الحموات والستات مش مبسوطين من الحموات. ده كويس؟ ده معناه ان ايه؟ ان يعني الرجاله مبسوطين من حمواتهم اللي هي ام البنت. ده معناه ان ام البنت عارفه تعمل علاقه كويسه مع الزوج. اه ليه بقى العكس مش موجود؟ ليه ام الولد ما بتعرفش تعمل علاقه كويسه؟ او طبعا مش الكل اه ما نجمعش يعني. بس ليه الام الولد ما بتعرفش تعمل علاقه كويسه مع الولد؟ عشان ام الولد عاده بتبقى عندها زي ما بيقولوا حب تملك على ابنها، زي ما انت قلتي قبل كده في الفقره اللي قبل كده، ان يعني هي بتربيه على مزاجها، بتبقى عايزاه يطلع بشكل معين، فجاه بتحس ان في واحده تانية خدت الاهتمام، واحده تانية بتاخد بالها منه، بتاكله بتشربه، بيبقى ليه كيان تاني، عيله تانية، فبيبقى في حته وقت على ما تقدر تاخد على ده وتقدر تتقبله يعني. بس في حموات مش بيعرفوا يتقبلوه خالص حتى لو مر وقت. ده بيبقى عندهم حب امتلاك، وبيبقى فيه بقى يعني مش بس حب امتلاك، حب سيطرة كمان. فاحنا كده بنتكلم على حتة نفسيا ما بتبقاش سوية قوي عند الأم اللي هي واصلة للدرجة دي. انما الصح ان احنا نقدر نعمل علاقه كويسه مع الجانبين، يعني سواء والده البنت او والده الولد. ايوه بس لما تكون حماتي ست متسلطه شويه، او بتحب ان هي تحسسني ان انا اللي بتحكم في كل حاجه، وانا اللي بامر ابني عشان يعمل، وانا اللي بتحكم في حياتك. في نوع حموات ده، انا طبعًا متحكمه في حياتك، فلازم ترضيني طبعًا وتقدمي لي فروض الطاعه والولاء عشان خاطر انا ابقى اكون راضيه عنك واخلي حياتك حلوه. طبعا في اللحظه اللي زي دي المفروض البنت تعمل ايه او تتصرف ازاي؟ المفروض انها تتصرف بذكاء عشان تقدر تحافظ على البيت. معناها ايه الذكاء؟ مش ان انا اقبل ده، يعني تعمل ايه؟ يعني بكل بساطه، اولا لازم تعمل علاقه معاها كويسه جدا. تاني حاجه لازم، عارفه لما تقولي ساعات كلمه حاضر بتريح زي ما بيقولوا، بشكل كده على حسب بقى. بس هي كده نفسيا لو على طول بتقول حاضر 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 على حاجات هي مش مقتنعه بيها. ما هو انا جايه لك بقى في الكلام، ان احنا بنوصل بحاضر دي يعني لحد معين، لحدود معينه. لما باجي بقى اتخطى الحدود دي وابتدي اعمل حاجات انا فعلا جايه فيها على نفسي، يبقى لازم يبقى في حوار ما بين الزوجين على الاطار بتاع العلاقه بتاعتهم. ودي حاجات اصلا اسس بتتحط قبل ما نبتدي نوصل لمرحله ان الام خلاص بقى مسيطره ومتدخله، يعني متدخله في كل حاجه. المفروض ان يبقى في حوار ما بين الزوجين على هم عايزين شكل العلاقه دي عامله ازاي، وايه درجه التدخل اللي من الاهالي في العلاقه. مش كده؟ في رجاله ما بتحبش تتدخل. في رجاله ما بتحبش تتدخل، بس احنا كمان عشان شعب ودود قوي وبنحب بعضينا، تحسي ان كل الناس جوه بيت كل حد، عارفه قصدي ايه؟ الطبيعي ان بيبقى فيه حاجات خاصه ما بين الزوج والزوجه، دي ملهاش دعوه خالص ولا بمامته ولا بمامتها. موضوع ان كل ما يحصل لنا مشكله نجري على مامتي او اجري على مامته واحكي لها، مش كل حاجه برضو بتتقال، لان في الاخر ايوه يعني نوع الرجاله اللي بيروح يجري على مامته عشان يحكي لها كل حاجه ده. لا ما دي غلط برضو. ده غلط. ده في امهات بتبقى عارفه التفاصيل كلها، بتساله انت اكلت ايه النهارده؟ انت طبعًا عملت ايه النهارده؟ رحتوا فين؟ خرجتوا فين؟ طبعا وديتوا الاولاد في انهي مدارس؟ طبعا في امهات وده نوع من الرجاله بيبقى عارفه يعني اقول ايه، متمسك جدا بالحته بتاعه ماما بتاخد بالها مني، ماما تعرف عني كل حاجه. ده على كده برضو. ما هو دي التربيه. ما هو ده جزء من السيطره. ان هي عمرها ما ادت له المساحه ان هو يقدر يتحرك فيها ككائن منفصل عنها. ودي مش علاقه صحيه. ايوه فاهمه، ان هو يبقى راجل لسه كبير وبيحكي كل حاجه كده. انا معايا